وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم. وبالطبع تأجلت جلسة انتخاب الرئيس، كانت الجلسة رقم 28 وتأجلت ل 30 أيلول الحالي. بالوقت ذاته حضر اليوم 37 نائب فقط من أصل 128. لكل المعتصمين يلي اليوم عم بيعبروا بكل شفافية وبكل عفوية، بدي أقول لهم يمكن لو وحدتوا مطالبكم بلشوا بانتخاب رئيس جمهوري، لأنه جسمنا ميت إذا ما كان عنا رأس، وهيك لبنان بيكون ميت إذا ما في رأس. خلينا نبلش بالأولويات، انتخاب رئيس جمهورية وبعدين بتكتمل سلسلة الأسس إن كانت بمجلس نيابي ولا حكومي إلى ما هنالك. للمعتصمين امبارح بوزارة البيئة بدي أقول لهم أنه عبروا ووصلوا صوتهم، كنت بتمنى على معالي وزير البيئة يقعد معهم يشوفهم يتحاور معهم يخاويهم إذا بدهم، لأنه هن ما عم يطلبوا شيء، هن عم يطلبوا فقط استقالة الوزير، لأنه شافوا أنه ما في جدية بالتعاطي مع ملف النفايات يلي بعد لحتى الساعة في بلدات ومناطق بالساحل وبالجبل بعد ما شالت ولا كيس زبالة ولا كيس. يعني للأسف الشديد بدي أنتقل لبعبدة اللي هي مركز المحافظة، أكوام النفايات صارت تلال وجبال إن كانت أمام المستشفيات أو أمام السراي أو على الطرقات وهيدا الشيء، وأمام المدارس. نحن 15 يوم عندنا مدارس بدها تفتح، حدا فكر كيف بدهم يفوتوا إن كان على مستشفى أو على مدرسة؟ سؤال كبير كتير. بتمنى على كل حال على معالي وزير الزراعة أكرم شيب يلي هو يعني عنده خبرة طويلة بموضوع البيئة، كان وزير بيئة قبل واليوم مستلم ملف النفايات، والطلب من المجتمع المدني المؤسسات يلي بيقدر يساعده اللي بيقدر يساعده بأفكار بأي شيء، إنه ممكن كان يتواصل مع الوزارة ولكن انتهت المهلة اليوم الظهر الساعة 12. نحن اللي بهمنا إنه يكون في اليوم قبل بكرة حل لهذا الموضوع، وبالتالي لما بدهم بلاقوا، لما بدهم بلاقوا. معلومة، بمعلومتنا لليوم أنا بدي أذكر أنه شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي ذكرت المواطنين بتزفيت على المسلك الشرقي من جادة شارل الحلو الكارنتينا، يعني من سليب كونفور باتجاه تمثال المغترب. بلشوا اليوم الساعة 7 عشية للساعة 4 صباحا، الأربعاء والخميس والجمعة لثلاث أيام. فبيتمنوا على كل المواطنين يلي بيقطعوا بهالمنطقة إنهم طبعا رح تتحول الطرقات للطرقات الفرعية، يتأيدوا بتوجيهات رجال قوى الأمن وبالإرشاد الموضوعة هيك تسهيلا للسير وللسلامة العامة. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444 باخذ أول اتصال. ألو، يلا تفضلي. مرحبا، أهلا تفضلي. كيفك مدام؟ نشكر الله. نحن من بعلبك وعنا بالنسبة للعمار، إيه عملنا مظاهرة ورحنا على السراية. نعم، ما حدا رد علينا، قالوا روحوا على الداخلية. رحنا على الداخلية برضو ضلينا وقت لفتنا لجوا حكينا معه، قام قالنا بدكن تطلعوا لعند السيد زريد دياغي، والسيد زريد دياغي يحكي مع جنبلاط وجنبلاط يحكي مع رئيس البلدية. قلنا له نحن جينا على الداخلية لنحكي، عم نعمر بأراضينا مش بأراضي لمشاع ولا للدولة ولا لحدا، بس البلدية تعطي رخصة وتاخد هي حق الرخصة وتعطينا أرض مانا مفروزة ببعلبك. نعم، يطلعوا الدرك لحن نعم يعمروا بيتقتلوا هن والدرك وبيتخابطوا وما بيردوا علينا. أجينا لرئيس البلدية، قال رئيس البلدية هو ما دخلوا الداخلية. مدام لقلك لا، لأنه موضوع رخص يعني هي بفترة من الفترات كانت فترات تكون مع الداخلية بعدين تكون مع قوى الأمن أو البلديات للأسف الشديد. يعني مدوا جزر على كذا سنة وبعدها لهلأ هيك بتطلع بعلمك نحن هذا الشهر البلديات، بعد شوي لا الداخلية. يعني ما بعرف ليه عم يتعاطوا مع الناس بهالطريقة. هي نحن مع العمار الجيد، مع عدم التسرع أكيد، وفي مساحات محددة للعمار اللي بتعطي رخصهم البلدية أو الداخلية. هلأ شو دخلت الوزير جنبلاط مع نائب جنبلاط؟ ما بعرف شو دخلته. نحن علينا رح نتواصل مع البلدية لنشوف حاليا قديش مسموح وليش ما في اليوم اعطاء رخص.
كمان اتصال. ألو. ايه تفضلي. انا اللي حكيتك من شوي. ايه قولي لي، ما قدرت حكيت لك، بدي فوت على الهوا. تفضلي. شو عندك؟ على الهوا هلا؟ ايه نعم تفضلي. بتقول لك حبيبتي، في نحن طلاب ال 2014. نعم. اعطانا الوزير التربيه افادات وقالنا افادات مؤننه. نعم. قانونيه بتعمل اللي بدكم اياه فيها. نعم. فبنتفاجئ السنه انه من دقع الحربيه انه ممنوع طالب الافاده 2014 يقدم. قال ليش ما قدمتوا رجعتوا اخذتوا شهاده؟ نعم. قلنا له اول شيء نحن انتم اساس طلبتوا اخذتوا افاده هذيك المره، قلنا انتم يعني انه خلص مشيت هيك انه على طول نحن بنشتغل على الافاده، ما عارفين انه سنه ايه سنه لا. نعم. رحت على وزاره التربيه قلت لهم طيب انا بدي اخلي ابني يحسن معدله ليقدر يقدم، بيقول لي نحن ما اعطيناكم فرصه السنه ليه ما قدمتوا؟ قلت له شو عم تحكونا على المخبى؟ انه حطوا لنا شيء على التي في، اعطونا خبر، بلغوا المدارس للطالب يعرف حاله. بعدين ما ولا طالب عارف انه في انه افادته منا قانونيه. لو عارفين هيك كنا ثلاث ارباع الطلاب قدمت. يعني هو ظلمنا بال 2014 واعطانا افاده، نحن تعبنا وهلكنا، نحن مع اولادنا. مش لقلنا خدوا افاده واخر شيء بيجي ابني بدي يقدم على وظيفه بدها 12 من 20، بقولوا له روح كبها وبلع نعها وشرب ميتها. هيدا ما بيصير، المفروض وزير ما بدهم يرجع يعطينا فرصه السنه وزير التربيه نقدم نحسن معدلنا ويعطي خبر للطلاب، يعطي خبر للمدارس. مش ينزل مرسوم ونحن ما معنا خبر، نحن ما لنا بمجلس الوزراء لنعرف المرسوم انه نزل. لقلك السنة ما بقى في مجال للامتحانات لأنه الدورة الاستثنائية انتهت وطلعت نتائجها التنين الماضي. مزبوط. هلا للسنة المقبلة بدنا نشوف، يعني نحكي مع معالي وزير التربية إنه يكون في وضوح. بعدين مش ذنب الطلاب يعني إنه إذا أخذوا إفادات، هذا مش ذنبهم كان أبدا. اتصال آخر. ألو ألو ألو، راح الخط يمكن. ألو الو مدام ربيكا. نعم تفضلي. لا مش مدام ربيكا. بلا تفضلي. بحياتك انا قاعده بالفنار حد مشروع تليل الفنار. نعم. هونيك البلديه عم تحفر بالليل ويكبوا هالكميونات الزباده، اختنقنا من الريحه، من ريحه الزباده ومن صوت الكميونات، وبالليل عم يولعون كمان روايح، يعني شيء مش طبيعي، ما عم نقدر ننام بالليل. وين بتليل الفنار؟ حد تليل الفنار؟ ايه حد مشروع تلال الفنار هونيك، منطقة سكنية يعني كبيرة هونيك، وفوقنا نت في المولاسار. طب كيف هيك عم يحفر الارض ويزت فيها زبادة؟ بدي اعمل مطمر؟ لا فرق كبير. فرق إيه كبير. نعم. بقى نرمي زبالة يعني هيك ونحرقها وبين المطمر الصحي. ليكي مدام انا اهلا وسهلا فيكي. هيدا المؤسف انه زدتوا الموضوع على البلديات، والبلديات عم بتفتش على شقف ارض تكون شوي بعيده من الناس تقدر ترمي فيها تقدر ولكن ما بقى قادره البلديات تلاقي اماكن، او الاماكن يلي وجدتها ما بقى كمان تساع. ما هيدي كمان نقطه تانية، يعني كيف ما برمنا تلوث لحقنا، اذا ما كانوا على الطرقات وتحت بيوتنا بيكونوا قريبين علينا، واذا ما كانوا واذا كانوا مكدسين ومبعثرين مصيبه، واذا حرقناهم مصيبه اكبر من هيك. اليوم قبل بكره هذا الملف مفروض يخلص قبل الشتاء، لانه اول شتوي هذا اللي عم تحكي عنه ما بعرف كيف بينزل، شو بينزل مي زوم النفايات، شو بينزل بالتربه بالمياه الجوفيه. معك حق، يعني تخوفكم بمحله، ولكن حتى الساعة للأسف الشديد برجع بقول بعد ما عنا حل قريب وجدي. كمان اتصال. ألو ألو. أهلا. بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم أهلا. ليك عيني، بس بدي وصل لك شغلة إنه الباك هلأ دوزيام بارتي. وي. نعم. غير أمه كان بهدلة، وما بنحكي بالبهدلات كلها. هلا النتائج اللي طلعت. نعم. عن جد اذا بتروحي هلا على وزاره التربيه وبتطلبي العلامات، ما في علامات لا بالمدارس ولا بالوزاره. ليه ما في علامات؟ شو صاير بقلب وزاره التربيه؟ بدهم عم بسمعك بسمعك هلا ما بعرف اذا انقطع الخط. ايه تفضلي. بقى ما بعرف شو صاير، يعني نحن ما بدنا نصلح شيء لانه ما عم بتصلح شيء، بس هول هالشباب والبنات عمرهم 18 سنه، هيدي مثل فيزا لانهم كانت، ونقابله ديجا بالجامعات. يعني انا باليسوعيه انقبل ابني وتعجبوا وقت عرفوا انه ما توفق بالبنك، ليش؟ لانه مش زعران، ما عم بفهم. طيب لقلك شغله، انا حكيت مدير عام التربيه بدايه الاسبوع، لانه كمان وردني من الجنوب ووردني من عكار
وعرفت وكأن النتائج طلعت بسرعة وما كان في العدد يعني الكافي، يعني كانت نسبة النجاح كتير واطي وكان في شك عند الأهل أنه هالتسرع. قلت لك شغلة، نحنا قال لي أنه فيكم تطلعوا بلا، حسب ما قال لي الدكتور فاديرا أنه بوزارة التربية بدائرة الامتحانات بيقدر أي مواطن أي أهل يروحوا ويشوفوا العلامات، يعني ما قال لا، لأنه أنا سألته بهذا الموضوع وتفاجأ بموضوع نسبة النجاح، ما اعتبر أنه نسبة قليلة. هيدا كان جوابه صراحة. وأنا كل يوم عم بتلقى اتصالات من مال، يعني من جنوب حكيوني، من لبقى حكيوني، وهلأ حضرتك ما بعرف من عم تحكيني من وين، يعني بتمنى إعادة النظر فيه إذا بعد فيه إمكانية، ولكن بتقدروا تطلعوا على النتائج بالوزارة. كمان اتصال. ألو ألو ألو. بذكر دايما أنه رقم التليفون هو 04-444-4444. إذا ما في حدا على الخط بدي أقول أنه قبل ما أدخل الاستوديو كان في اتصال من ست ساكنة بمشمش عناية، بتقول أنه ما عندهم مي إطلاقا، مفروض أنه توصل مي لعندهم ولكن ما في مي، مع أنهم كتير يعني راجعوا بسراي جبال لأنه مياه جبال هي المسؤولة، ولكن حتى الساعة ما عندهم مي بالصيف إطلاقا. هلأ ما بيعرفوا شو هي الأسباب، كان مفروض على مسيو عبود هن يسموا لي أنه هو حاليا مسؤول عن المي ما عم بضخها على منطقة مشمش عناية. كمان اتصال. ألو. أهلا مسيو. ألو. أهلا. يعطيك العافية. أهلا. معك أحمد القاسم من مروحين قضاء صور الناقورة. إيه أهلا وسهلا فيك. أنا في عندي خط الكهرباء خاص للبيت. نعم. تقريبا شي 5 أشهر 6 أشهر مقطوع الكابل وعم يضرب بشريط الحديد، وصرت مقدم شي 4-5 شكاوي بما فيها الشركة الخاصة اللي ببيروت. نعم. وكل مرة بيقولوا لي بدنا نفتح ملف وبدنا نفتح ملف وبدنا نروح وبدنا نجي، وهلا الكابل واقع نازل على عمود الحديد، وإذا حدا لمسه ممكن ينأذى، ممكن يصير له شيء. ما طيب. حدا عم يرد علينا. لقلك شغلة، بتترك لي رقم تليفونك حتى نحن نتواصل مع كهرباء لبنان، بنعطيهم رقمك. رقم تليفوني 70. نعم. 70 725 210. أوكي. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. مرحبا. أهلا مرحبا. ستنا بليز اتصلي اعملي معروف بيسمعوا مني، بركة شركة الكهرباء بيعطونا إياها مش 24/24، يعطونا إياها مثل ما كانت بالأول. وين بأي منطقة؟ كيف عم توصل؟ 6/4 قبلينا بقى. أوكي. كيف عم تجي هلا؟ هلا 18 ساعة، لا 3 ساعات 4 ساعات. يعني أوكي، يعني ما بعرف شو المشكلة، على أساس أنه صلحوا الأعطال. هلأ إذا في مشكلة جديدة عم بتكون نسبة التأنين كتير بالشكل هيدا، بدي أرجع راجع بالموضوع. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا مدام. بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم. وحياة عينك، في أول صحيمة. نعم. معمل في أسانسورات ومعمل تاني في خياطة. تبع الأسانسورات من الساعة 6 ببلش الكلب عندهم يعوي بالقلب، صرنا حاكين كذا مرة للبلدية، ما بنسمع شيء. زحيمة تابعة لبعبدات؟ للحزمية. لا. زحيمة الحزمية، أوكي. إيه، ومعمل الخياطة فوق 150 شغيل، إخ بف ودخان وزبالة ودبان وبرغش، نحن بنحكي ونحن بنسمع. أوكي، رح نحكي البلدية، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. الو بونجور. اهلا بونجور. يعطيك العافيه مدام ربيكا. اهلين اهلين. بس بدي صارت الدواء على شغلي انا بس. هلا تصليت الدواء القصه كلها على الحمله تبع اسعد زبيان. بنعرف نحن انه غلط. نعم. ولا لا. نعم. بس الشعب كله لازم يوعى انه في قضيه وطنيه اهم من هالاشخاص. نعم. يعني مش كثير القصه يعني بقول لك مسوي بثوب اسعد. اوكي غلط، وانا كمسيحي ما بقبل يحكي هيك، يعني هاي الفكره. نعم. بس عم تحس انه القصه عم بتطال الحمله. نعم. يعني ما بعرف شو بدي احكي، بس انه خلي الشعب يوعى. يعني 100 مره بنسمع مثبات بحق الدين وجالتين بيسموا بعضهم، ما حدا ما بيغلط يعني. بس انه خلي الوطن والقضيه هي الاهم، نحن مش رايحين اسعد او فلان او اكس.
ما زلنا كمان يعني زلنا كمان حاسه فما بعرف ليش هالهجوم العنيف كان ما بعرف اذا ضد الحرب للاسف يعني مثل الناس اللي اندست بين المجتمع المدني اللي نازل بكل عفويه وبكل صدق مثل الناس اللي اندست بيناتهم وعملت هالتخريب يلي تخرب وعلى كل حال موضوع يعني انا بتمنى انه يكون اخذ دائما طابع الوطني الصرف. عندنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في وبدي اقول للي اتصلوا فينا بموضوع مولد الكهرباء لمعمل البويا التينول بالشويفات وبموضوع كمان دوحة عرمون الحفريات يلي صارت لأشغال الكهرباء ويلي بعدها حفريات يعني ما تزفتت. وعدنا رئيس البلدية الأستاذ محمد سوق امبارح انه هو رح يهتم بالموضوعين. كمان بالردود بدي أقول أنه بلحفد موضوع انقطاع المي سببه هو عطل بمحطة جرين يعني هنا بتاخد من مجموعة لعرفته أنه مفروض بمحطة العويني من ضخت المي لأنه في شيء عطل صاير هونيك من هيك ما قدروا ضخوا على منطقة لحفد يعني حاليا موعودين بالضخ بس ما بعرف أي متى. هيدا اللي فهمته مبارح. وبالنسبة لعمشيت في عمشيت إذا كانت على الساحل ولا العمشيت الضيعة العطل اللي موجود هو بمولد الكهرباء يلي من 26 يوم كان معطل وحاليا تصلح المولد ولكن أي متى بترجع بتنعطى المي مش قبل بداية الأسبوع المقبل. هيدا كمان بمراجعتنا كمان عرفته وما بعرف إذا بعد عندي شيء. بعتقد هلأ في عندي خطوط على التليفون ما بدي أخرهم. ألو 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 بونجور بونجور مدام. معك مدام دبيان من نيحة شوف. ايه أهلين مدام. أنا الطريق اللي بتوصل على بيتنا تقريبا أكثر من 200 متر حفروها من سنتين على أساس بدهم يمرقوا قصات لصرف صحي. نعم. وبعدهم لليوم ما في خبرك جوار وغباير ووسخ وكل فترة من قلن يا عمي شو صار بهالطريق يلا شهر الجاي ويلا جمعة الجاي. هلأ المهم مدوا الأساطل ولا لا؟ مدوا الأساطل وبعد ما زبطوا الطريق. طيب وين بنيحة شو في حي معين ولا؟ نحن بحي الشكاير اسمه حينا حي الشكاير نطلع أكثر من 30-35 بيت ما في خبرك عن البهدلة. أوكي. أوكي. ما في خبرك معك حق بلديها كمان علينا. عم يضحكوا علينا شهر الجاي وجمعة الجاي ومقضينا هيك يعني والله عيب وحياة الله وما حدا برد عليك وكلهم بيضحكوا علينا عرفتي فبليز. لقلك شيء المهم قبل الشتي كمان يعني إذا بنزفتوا هو وشفريت الأوتوكاريت تبع أولادنا أكيد رح نحكي رح نطلع على الحي السنة إذا رح يضلوا هيك. هيدي طريق داخلية ما هيك؟ ايه طريق داخلية للبلدية بدنا نشوف مع البلدية. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو ألو. من بين الاتصالات اللي تلقيتها اليوم صباحا ست قاعدة على الدورة عايشة لوحدها بس ما عندها معيل لها لأنه ما عندها شيء أبسط الأمور إنها تاكلها يعني ما فيها تشتري حتى تاكل. ولادها عندها ولدين كل ولد عنده ولاد بحاجة ماسة كمان لرعاية إن كانت استشفائية أو طبية مش قادرين إنه مش قادرة هيدي الست إنه تعبر أكتر من هيك ما فيها تتكل على ولادها لأنه ولادها كمان بحاجة لمساعدات. ولكن هي اليوم بالطريقة يلي حكيتني فيها عن جد فكرت إنه بعد في ناس اليوم ما أنا قادرة تأمن ربطة الخبز أو رغيف خبز بالنهار سؤال كتير كبير بهالزمن هيدا. ولكن ما بعرف إذا بتحب تطلع الهوا معنا تشرح وضعها ولكن أنا حبيت أحكي عن هيدي الست يلي اتصلوا فينا. بدي أقول لهم شكرا هاللي لبوا كمان اتصالات نداءات هالست هيدي ولكن إن شاء الله يكون في جدية بالتعاطي دايما. وأنا بتمنى أنه إذا في حدا بيقدر يساعدها يتواصل معنا بنعطيه العنوان بنعطيه رقم التليفون. بالوقت ذاته حلو الإنسان يطل على إنسان لأنه من المعيب اليوم نشوف ناس متروكة لهالدرجة منا قادرة تاكل إطلاقا. ومنشوف بالوقت آخر قديش في عالم عم ترمي الأكل ما بعرف كيف وبيكفي ناس يلي عم نشوفها عم بتفتش بزبالة على الطرقات. اتصال جديد. ألو ألو ألو, ألو. أهلا مدام. إيه بونجور مدام ريبيكا. بونجور أهلين. معك هنادي خالد من جبال. ايه انا بس بدي احكي شكوى صغيره. نحن قاعدين بجبال حد شركه المي
نعم. صار لنا فترة من نادي ومنحكي على موتور شركة المي لأنه نعم. شيء مش مقبول، والسنة عملنا مرتين عريضة نحن وكل الجيران، بس ما حدا عم ياخد شيء بعين الاعتبار. ما فيك تقعدي من الضجة، ما فينا نفتح شباك، أول شيء الضجة مش مقبولة، ثاني شيء دخون الشركة، يعني يا ريت تجوا بتصوروا وبتشوفوا، ما فينا نحط إيدنا من الشحطار الأسود، عنا أولاد صغار عم بيضلوا سخنين، ما فينا نفتح شباك، ما فينا نظهر عجنينة لبرا، إذا بندعس على الجازون حافين، بصيروا إجرينا سود. يعني شيء مش مقبول، صرنا حكين كذا مرة ما حدا برد، بعتنا كذا عريضة وحكينا كلنا سوا وحكينا. شو كانوا عم بيقولوا لكم؟ يعني هو بده كاتم صوت وبده يتنظف يعني ما يكون في هالدخان الأسود اللي عم يطلع. لا يعني في موتورات كتير بجبال يعني وحد البيوت عم بتكون ما في ولا صوت وما في دخان، يعني شيء عن جد مش مقبول. يعني موضوع كاتم وصوت. أوكي أوكي. شغلي بتاني بس هيك، عندك مي؟ عندي مي بس على القليلة بنبسط بس تنقطع المي لأن نرتاح من صوته. آه يعني طايرين بننبسط بس تروح المي. لا لا ما بدنا المي حياة، المي حياة، ما تقولي تنقطع المي. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. أهلا مسيو. مدام ربيكا. نعم. بحكيكي من درقوبة. إيه أهلين. أهلا فيك. أنا حكيتك من مدة، عنا الكهرباء بتيجي ساعتين بالنهار وثلاث ساعات بالليل ومحيطنا كله مضوي، رجعنا قال أنتو خطكن هيك، معقولة غيرنا بضوي مثلا؟ والله صراحة أنا هيدا الموضوع وصلته لكهرباء لبنان، يعني عطيتهم علم بوقت حضرتك حكيتني، ما جاوبوني بوقتها لأنه أنا أعلمتهم أنه كيف عم تجي الكهرباء. هلأ بكرة بنسألهم إذا في من تقوية للخط، إذا ما بقدر أعرف شو السبب، عرفت؟ بدي ناطرة جوابهم. ما بقدر جاوبك هلأ. كمان اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا مسيو. يعطيك العافية. أهلين يا أختي. أنا عندنا مشكلة، أنا معلم أرواد صحية. إيه. وأخوتي معلمين بلاط وورقة وعمار، مش عم نقدر نشتغل يا أختي بالمرة. وبأي منطقة أنتو؟ نحن مش شوف، أنا ساكن براس القصة. ليه؟ لأنه اليد العاملة الأجنبية عم تشتغل عندكم؟ أكيد يا أختي، والله عن جد متنا جوع نحن وعيالنا. سؤال بس هيك بسيط، قديش بتاخدوا على المتر؟ هني بياخدوا أرخص منكم؟ يا اختي عم ننقص مثلنا مثل السوريين لنقدر نشتغل لنقدر ناكل لقمة العيش. ايه وليه قولك؟ غريب اللبناني ما هيك؟ غريب بس تلاقي لبناني كأننا نحن الغرب وهني صاروا ولاد البلد. مزبوط. على كل حال انا بدي اقول لهم لاهالي الشوف يلي بحاجه اليوم انه حدا بده يبلط بده يدهن ولاد بلدك ولا قمح الصليبي. مسيو بعرف حرقتك وبعرف انه هيدي صنعه نحن كتير مهم أنه يتنظم موضوع عمل الأجانب في لبنان، ما ياخدوا أماكن العمال اللبنانيين اللي بيشتغلوا بهالصناعات هيدي، ولكن على من تقرأ مزاميرك. يعني شو بدي أقول لك، هيدي بترجع لوطنية اللبناني، أنه لأكيد ابن بلدك قبل أي حدا تاني، هذا شيء طبيعي. بتمنى أنه دايما تحلى بهالوطنية هيدي ولو كان أغلى، ولكن إذا مش أغلى أقله بيكون أنظف الشغل. كمان اتصال. الو. اهلا. بونجور. بونجور. اهلين ماشي الحال؟ ماكروني نصراني. ايه اهلين. نحن سكان قد جبال وعمرنا جديد ونقلنا على بيوتنا الجديده، نحن ثمان شقق سكنيه. نعم. اللي عم نواجهه انه قدمنا طلب رسمي على شركه الكهرباء. ايه. كانوا مركبين لنا ساعه ورشه قبل. نعم. قدمنا طلب رسمي على شركه الكهرباء ولكن ما عم يركبوا لنا ساعات لانه نحن بعيد عن الشبكه تقريبا 700 متر. ايه بس لما بيكونوا سبع بيوت، انت قلت لي ثمانيه ما هيك؟ لما نحن ثمان شقق. ثمان شقق ببنايه واحده او بنايتين او شو؟ بلوكين بعقار واحد، بنايتين بعقار واحد. بدي اسالك لانه انا بعرف اذا كانوا سبع اشتراكات بيقدروا يركبوا عواميد وهيك، يعني طبيعيه القصه بتصير. نعم اللي صار انه رجعنا بالموضوع قالوا لنا الشبكه بعيده عنكم وبدها وقت كثير يا انتم بدكم تساهموا بتركيب العواميد مش هيك؟ قالوا لكم اياها؟ مش مشكله يعني بس مهم نعرف بس شو الكلفه، ما قالوا لنا هيك، ما قالوا لنا تكون. انت وين رجعت؟ رجعت بجبال؟ بكهرباء جبال؟ بكهرباء جبال نعم، وقلنا له نحن صرنا ساكنين اذا في مجال زيدوا لنا ساعه واحده بعد على العمود لندبر حالنا، ولكنتم مديتوا الشبكه، ردوا علينا انه ما في امكانيه لنزيد ساعه واحده هي الموجوده على العمود. خليني، انتم بتاخذوا الشبكه؟ سؤال، انتم بتاخذوا من كهرباء جبال ما هيك؟ مش من كهرباء نعم لبنان. نعم. كهرباء جبال بسيل. نعم كهرباء لبنان او بسيل؟
باسيل. باسيل اوكي. كمان اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا مسيو. كيفكم؟ نشكر الله وانت. بحكي معك مارسيل. ايه اهلا مسيو مارسيل تفضل. يعني اذا بدي انا بحكي بسمع على التلفزيون انه بيحكوا على الكهرباء. نعم. كانه نحن ببلد ثاني ما عندنا كهرباء مره نحن. وين انتم باي منطقه؟ بعرسال. 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 على الطرقات. طرقات ابدا ولا بشكل طرقات. ما في اناره؟ ماي لا اي اناره واي طرقات واي كهرباء. اي طرقات. مدارس تعبانه. شو بدي اقول على الشغل كمان؟ الناس كلها قاعده بلا شغل. شغل ما في. الاخوان المسؤولين عم يشتغلوا بالبلاش، يعني يشتغلوا عندهم ب 10,000 5,000 بالنهار. نحن في كتابنا طلعنا وقعدنا. لا لك شغله. لا يعني بنروح نشتكي للبلديه ما بترد علينا. لا لك شغله مؤسف انه كانه عرسال مش لبنانيه. لا بدنا نقول انه انتم ملتفين حول الجيش اللبناني، عم بتقدموا ابطال بالجيش اللبناني وعم تحضنوا، لازم تحضنوا الجيش اللبناني بمحاربه الارهاب، ولما بنحارب الارهاب يعني عم نحمي كل اللبنانيين. من هيك انا بتمنى على الدوله يكون في انماء اكثر بمناطقكم وتحتضنكم اكثر، لانه ما وقع صعب ان كان على الحدود، وانتم بحق لكم كلبنانيين يكون عندكم انماء مثل كل المناطق اللي بدي اقول لك بغير مناطق ما تفتكر احسن من عندك، ولكن اقله هيدي بلده لبنانيه مفروض انه تنتعش كمان، اقله ابسط الايمان يكون عندها طرقات، يكون عندها كهرباء، يكون عندها اناره، يعني هيدي ابسط الامور. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. كمان اتصال اخر. انقطع الخط قال لي جو، بدنا ننتقل لصوره اليوم. صورة اليوم بارك ميتر ما قدروا وصلوا يعني حتى على البارك ميتر حتى ياخدوا لأنه طايف بالزبالة. اللي صار إنه تفضلوا أخدوا زبط، يعني قدر وصل على العربية حتى الله زبط، بس ما بعرف ما قدروا وصلوا على البارك ميتر من تراكم الزبالة حول البارك ميتر. يعني هالصورة بطرحها لشوف إنه وقعنا قديش أليم. بدنا ننتظم ولكن للقصة ما بعرف. كان مفروض اليوم يكون معنا رئيس بلدية الفرزل بموضوع الطرقات المحفرة من حمرة بلازا باتجاه الفرزل. نحن صراحة كان مفروض امبارح يكون معنا، ولكن لأنه امبارح بتعرفوا انقطعت الحلقة بسبب البث المباشر. إن شاء الله بكرة منعود. كل الشكاوى اللي وردت مثل العادة نحن رح نتبعها، ولقيكم بكرة طبعا حلقة جديدة. إلى اللقاء.